الأول أنا عايز أطمن المشاهد على صحتي. أنا صحتي كان جات لي جلطة في المخ في 2017، عطلت اليد دي والرجل دي، وأصبحت بمشي بتسند على محمد اللي معايا، بتسند عليه وبمارس حياتي. فإنما أنا بطمن الناس إن أنا كده من 2017 لم يجد جديد خالص. المتسائلين دايما انت هتعتزل، يعني ده انتوا كلكم نظر، ده انتوا كلكم نظر، يعني مين يجيب ممثل طاير نصه؟ ما ينفعش. حبيت الناس ولكل فعل رد فعل. يعني انا بحب الناس موازلي. اللي بيحب الناس لازم الناس هتحبه، لازم الناس هتحبه. المحبة حلوة، المحبة حلوة، نحب الناس ونحب بعض ونتالف ونبقى كتلة، ده شيء جميل جدا جدا. حافظت على قلبك الحلو ده ازاي؟ الحمد لله، الحمد لله. اللي كان بيزعلك؟ بنساها، بغفر. اللي اي حد بيزعلني بغفر. المغفرة حلوة، المغفرة حلوة. صعبة ولا سهلة؟ لو اتعودتي عليها هتبقى سهلة. مهم جدا ده على فكرة، انك تغفري. اجمل شيء انك تغفري. الله. يعني عبرنا يوم 6 اكتوبر، قرار وقف اطلاق النار كان 24 اكتوبر. قرار وقف اطلاق النار، وقف اطلاق النار، طيب خليكوا بقى متحصرين كده. الميه كنا بنعمل ايه؟ بنخلع تنكات البنزين بتاع العربيات اللي اتضربت، وناخدها ونملاها ميه من الميه مالحه، ونبتدي نولع تحتيها كاوتشات بتاع العربيات اللي اتضربت ونقطر الميه. انا ما انساش اجمل هديه جات لي في عيد 7 يناير. اتفضل. عيد الميلاد جات لي هدية جيركن مية، واحد فضل يقطر 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 لغاية لما جاب لي جيركن كامل مية. كنا زمان بنلعب دومنة ونرص الورق كده قدامنا، وأول ما يخلص الدور نبشتك نقلب الدور. فدلوقتي في حاجة، احنا في مرحلة بشتكة، بشتكة ضبابية، مش رايحين، مش عارفين احنا رايحين فين. العالم كله مش عارف هو رايح فين. حرب في روسيا واوكرانيا، وحرب في غزة، وحرب في السودان، في النيجر، والدنيا متلخبطة. والسودان وليبيا، السودان وليبيا وسوريا، مسائل تستوقفك. يعني ما اجي ادور النهارده على المسرح، عن كتاب المسرح، مفيش. يبقى الازمه في المسرح من الورق. ايوه، ان عملنا كينج لير، عملنا ليله من الف ليله، مفيش كرسي فاضي، مفيش كرسي فاضي. الناس متشوقه للمسرح اللي بجد، انما مسرح الاضحاك فقط، الاضحاك اللفظي، انا مش موافق عليه. قلت لي الشغل كنت بشتغل كتير وخدني من بيتي قوي. كلمني بقى عن الجزء ده. حضرتك اب لكام ابن وابنه؟ انا اب لثلاث بنات. بسم الله ما شاء الله. ثلاث بنات، بابا فنان كبير قوي موهوب في الجينات. لا خالص، مش عايزين. انا صعيدي اصلا. ايوه. ومش حابب اورث بناتي. الفن ده ورث، ورث.
جينات بتتنقل. فاللي ولادهم طلعوا فنانين دول ورثوهم الحكاية. أنا ما عملتش ده وما ينفعش أعمل ده مع بنات شقين طريق في حتة تانية وزي الفل والحمد لله. الحمد لله ما فيش ولا واحدة فيهم قالت لك يا بابي خدني معاك مرة؟ لا. فسرت حاجة أنت خدت بالك كده ولا إيه ده بقى؟ عملت حركة؟ لا خالص. لا.